ما فيش. قال ايه مش عاجبهم ماراثون العجل؟ ما كنا بنشوفكم منبهرين وانتوا شايفين اي رئيس اجنبي راكب عجله ولابس تريننج، ولا هو لازم يبقى خواجه وعينيه خضرا عشان تنبهروا؟ لازم تنبهروا يا ولادي المنفوخه. واعلى افل الاخوان قال لك السيسي راكب عجله مصفحه. عجله مصفحه؟ قلتم يعني اعمل ايه؟ قلتم عجله ومصفحه؟ هي عجله مصفحه. هي عجله مصفحه. اقول لكم فجاه بتطير لوحدها. في مفاجاه تانية، العجله فيها صواريخ من ورا، الجنزير بتاعها جنزير دبابه. ما تطلعني يا ابن الدبابه منك ليه؟ ايه الهري اللي بتهروه ده؟ يلا اعرف نفسكم، قولوا يا عم الحاج، قول وهزي اهزي. ما هو اللسعان بقى اسمه اخوان. والله والكارثه ان في ناس مصدقاهم ومصدقين الجزيره، الجزيره اللي ربنا يولع فيها ديت بحقها النبي واهل بيته زي ما هي عايزه تولع فينا كده، شغاله حريقه عايزه تولعها، عماله شغاله في تركيب فيديوهات ومظاهرات تعبانه. ما تبص يا عم انت وهو، يا عم انت وهو اللي ماسكين الجزيره، ما تنسوا شغل الهبل والفيديوهات المضروبه اللي بتعملوه ده اللي كنتوا بتضحكوا علينا بيه زمان. خلصت الليله دي، خلصت، هرشت، فينيتو. انا في حياتي ما شفت اغبى من قناه الجزيره والله العظيم. انتوا عارفين يعني ده هم اللي عارفينه كانوا بيشرحوا ان الجيل الرابع من الحروب اللي بيعتمد على خداع الشعوب، والشعب خلاص فهم وعرف من عدوه ومن حبيبه، وعرف مين اللي يسخنه ومين اللي بيضلله. انبطوا شويه بقى، انبطوا بقى واهدوا شويه. لو هتعتمدوا على كام واد فانك بتوع الانسان، الشعب بقى بيشوفهم دلوقتي والله العظيم، الناس بتجري وراهم في الشوارع بالشبشب ابو ورده دلوقتي. ولو رجعتوا تفبركوا الفيديوهات للداخليه عشان تسخنوا الناس تاني، خلاص الفيلم ده بقى قديم وبايخ والشعب هرشه.